في ظل الاعتداءات والانتهاكات التي يواجهها الفلسطينيون، أظهر العديد من الفنانين والمشاهير الأجانب تضامنهم مع القضية الفلسطينية، منهم المغني البريطاني الشهير روجر ويترز الذي انتقد في فيديو نشره على موقع تويتر الإخلاء القسري لأهالي حي الشيخ جراح، واصفاً الاحتلال الصهيوني بالعنصري. من جانبه دعا الممثل والمخرج الأمريكي الشهير مايك رافلو متابعيه عبر تويتر للتوقيع على عريضة تطالب بفرض عقوبات دولية على الكيان الصهيوني وقع عليها أكثر من 1,700,000 شخص. الأكاديمي اليهودي نورمان فرانكنشتاين قال بأن الكيان يرتكب جرائما ضد الإنسانية في فلسطين، مشيرا أن الحق الوحيد للصهاينة هو حزم أمتعتهم ومغادرة دولة فلسطين. أما الرسام الكاريكاتوري الفرنسي الشهير جون بلينتر فقد عبر عن تضامنه بطريقته الخاصة، حيث نشر كاريكاتورا معبرا بسخريته تظهر فيه مشاريع بناء المستوطنات الصهيونية التي تملأ الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكتب فيها متسائلا: الدولة الفلسطينية تختفي داخل هذه الرسمة، هل تستطيع إيجادها؟